وأفاد مراسل الحدث بانسحاب وفد مصر من اجتماع للجامعة العربية أثناء إلقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة التي يرأسها دبيبة نجلاء المنقوش لكلمتها في الاجتماع. كانت تلقت الجامعة العربية خطابا من الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تعارض فيه رئاسة الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة دبيبة تمثيل ليبيا في القاهرة. وفي الخطاب طلبت حكومة بشاغة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بألا تتولى حكومة الدبيبة رئاسة الدورة الحالية للجامعة، وقالت إن هذا الإجراء يخالف دور الجامعة المعهود في التضامن الكامل مع ليبيا في أزمتها ومساعدتها في الحفاظ على وحدة أراضيها والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي. ننتقل لمراسل الحدث أحمد عثمان، ينضم إلينا من القاهرة. أحمد، إذا انقل لنا الصورة، ما الذي حدث بالتحديد؟ نعم ضحى بالفعل، يعني ما ذكرتيه هو بعد بدء الجلسة وبعد انتهاء كلمة وزير خارجية لبنان باعتبار أن بلادي هي من تنهي الدورة 57، وفي إجراء بروتوكولي تم إعطاء الكلمة للسيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة لتسلم رئاسة القمة. غادر الوزير الخارجية سامح شكري والوفد المرافق له مع بداية هذه الكلمة، غادروا جميعا قاعة الاجتماعات ولم يجلس أحد مكانه. ربما كان هذا مشهد لم يلفت النظر إلا بعدها بدقائق، لأنه عادة كما تعلمين قد يكون هناك أي انسحاب في هذه الجلسات، لكن حينما غاب الوزير ولم يجلس أحد لمكانه فسر البعض بأنه رسالة ربما من مصر اعتراضا على ما الجدل الذي تم طرحه خلال الساعات الماضية حول فكرة تمثيل حكومة الدبيبة لوفدها في الجامعة العربية. والرسالة التي كان أرسلها السيد فتحي بشاغة رئيس الحكومة المكلف والمنتخب من المكلف من البرلمان، حتى الآن لم تصدر أي بيانات من الخارجية المصرية. يعني المشهد كما ذكرت لك هي مجرد مغادرة له وللوفد، ولكن لم يعني في انتظار الجميع أن يكون هناك توضيح من الخارجية المصرية إذا كان هذه المغادرة أو هذا الانسحاب بسبب هذا السبب. عادة ما وزارة الخارجية المصرية ما ترسل بيانات يعني متلاحقة حول أحدث المواقف من قبل الخارجية، الكل هنا في انتظار توضيح من الخارجية المصرية أو حتى تصريحات من قبل الوزير سامح شكري أو أي من أعضاء الوفد لتوضيح هذه الخطوة أو هذا المشهد. لكن الآن أحمد اجتماعات الجامعة العربية مستمرة صحيح؟ في ظل عدم وجود وفد مصر. نعم هذه الاجتماعات مستمرة بعد انتهاء كلمة السيدة المنقوش، كان هناك كلمة للسيد أحمد أبو الغيط، هناك انتقال للبروتوكول للكلمات، كان هناك كلمة بعدها لممثل الأونروا وزيرة خارجية سلوفانيا، ومن المنتظر أن يكون هناك أيضا عدد آخر من الكلمات. إذا كان هناك كلمات لوزراء الخارجية العرب وهو إجراء أيضا بروتوكولي في الاجتماعات الدورية وهو أحد هذه الاجتماعات، سيكون ربما كلمة لمصر، سواء يعني سيظهر إذا كان الوزير سامح شكري سيعود مرة أخرى لإلقاء الكلمة أو سيكون هناك ممثل لمصر لإلقاء الكلمة، وسيتم التطرق فيها لهذه النقطة أم لا. نعم نحن نتابع معك إذن استمرار اجتماعات الجامعة العربية هنا على الهواء مباشرة، ننقل لكم من داخل الجامعة العربية استمرار الاجتماعات في ظل انسحاب وفد مصر. أشكرك حتى اللحظة على كل هذه المعلومات والتفاصيل أحمد عثمان، كنت معنا من القاهرة. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عماد جاد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه النشرة. بداية تعليقك أو يعني تفسيرك لانسحاب وفد مصر برئاسة وزير الخارجية سامح شكري أثناء إلقاء وزيرة الخارجية كلمتها داخل الجامعة العربية. هذه صور مباشرة، فقط أريد أن أنوه دكتور عماد، هذه صور مباشرة من داخل الجامعة العربية، هذه صور قبل قليل، تفضل. لا يعني أعتقد أنه ببساطة شديدة عن انسحاب وزير الخارجية والوفد المصري من الجلسة التي تجري على الأراضي المصرية في مبنى جامعة الدول العربية هي رسالة واضحة بأن يعني مصر غير راضية عن حالة الصراع الموجودة ما بين الدبيبة وبشأغة،
وأن حضور مصر معناه أنها معترفة بهذا الأمر الواقع، أي أن ممثلة حكومة الدبيبة هي الموجودة، وبالتالي التعامل معها على أنها حكومة شرعية، في حين أن الاتجاه العام داخل الشرق الليبي الأقرب إلى مصر من ناحية العلاقات والرؤية غير ممثل، والدعوة لحكومة الدبيبة. وبالتالي الانسحاب هو رسالة بعدم الاعتراف، رسالة بالاحتجاج، رسالة بعدم التأييد، والانسحاب هنا هي فقط رسالة تأتي تضامنا مع رؤية حكومة بشار والبرلمان. طيب لماذا لم تصدر مصر بيانا يوضح موقفها؟ حتى الآن لم تصدر الخارجية المصرية أي بيان يعبر عن موقفها. أنا عايز أقول لحضرتك بس ببساطة شديدة أنه انسحاب وزير الخارجية والوفد لم يكن وليد اللحظة. يعني لم يفكر في الانسحاب في اللحظة التي ظهرت فيها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أو بدأت تلقي كلمتها. الانسحاب أتصور من وجهة نظر حسب فهم للسياسة الخارجية المصرية هو قرار مسبق متخذ على أعلى المستويات وجرى تنفيذه. أما البيان فأتصور أنه سيصدر خلال يعني دقائق، ربما لا أعتقد ساعات، ولكن ربما خلال دقائق سيكون هناك بيان أو حتى تصريح صحفي أو تصريح من المتحدث باسم الخارجية يوضح أسباب الانسحاب، وإن كنا لسنا في حاجة لبيان لكي نفهم لماذا أقدم وزير الخارجية المصري على هذا الموقف. أقدم عليه رفضا للاعتراف بشرعية الأمر الواقع التي تفرضها حكومة الدبيبة في طرابلس، لا سيما بعد القرارات التي اتخذتها بمنع نواب المنطقة الغربية من الذهاب إلى بنغازي للمشاركة في جلسة للبرلمان الليبي. هل نتوقع عودة وزير الخارجية والوفد في سياق هذا الاجتماع للجامعة العربية، خاصة أنه يعني ربما سيكون هناك كلمة لوزراء الخارجية؟ هل يعود وقتها وزير الخارجية باعتقادك؟ مؤكد سيعود. يعني لو رجعنا لخبرات الانسحابات سواء في مؤتمرات للجامعة العامة للأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية، الرسالة تكون بالانسحاب من الاستماع لكلمة شخص معين ممثل لدولة معينة، ثم بعد ذلك يعود لاستكمال باقي الجلسات، لأنه الانسحاب ليس مقاطعة للمؤتمر وجلساته. يعني هناك فرق بين مقاطعة دولة أو مقاطعة حكومة لدولة مثل ما حدث اليوم، مقاطعة كلمة لوزيرة الخارجية الليبية، وفرق بين مقاطعة المؤتمر ككل. مقاطعة المؤتمر تعني المغادرة وعدم المشاركة مرة أخرى، إنما مقاطعة حكومة الدبيبة وكلمة ممثلة حكومة الدبيبة يعني أن الوزير سيعود بالقطع واليقين لاستكمال جلسات المؤتمر، لأنه لن يقاطع جلسات مثلا كلمات لوزير الخارجية السعودي أو الإماراتي أو أي وزير خارجية لدولة عربية لا توجد مشاكل بين حكومتها وبين القاهرة. لكن وزيرة الخارجية أنهت كلماتها منذ قليل، الوفد المصري لم يعد حتى اللحظة. سيعود، أنا تقديري الشخصي أنه سيعود، لأن حسب فهمي القرار المصري ليس مقاطعة للمؤتمر، ليست مقاطعة لجلسات المؤتمر أو الاعتراض عليه، بل رسالة تجاه حكومة الدبيبة، وسوف يعود الوفد المصري. الترجيح الأكبر برئاسة وزير الخارجية، الترجيح الأقل بمستوى أقل من وزير الخارجية، لكن أتصور أنه بمستوى وزير الخارجية سيعود. يعني باعتقادك بأنه مصر أرادت أن تسجل موقفا عن طريق هذا الانسحاب من قبل وفدها برئاسة وزير الخارجية سامح شكري؟ هو ليس أكثر من ذلك، ليس أكثر من رسالة أن هناك تنازع على السلطة داخل ليبيا ما بين حكومة معينة البرلمان برئاسة بشاغة وحكومة الأمر الواقع المنتهية ولايته، فكيف يمكن التعامل مع حكومة منتهية ولايتها والبرلمان عين حكومة جديدة؟ فمصر أرادت أن تقول أننا على الأقل لن نؤيد هذه الحكومة المنتهية ولايتها، ولن نعترف بشرعيتها، لأن شرعيتها محل تشكيك من داخل ليبيا من الشرق الليبي، وبالتالي لو كانت هناك حكومة توافقية أتصور أن الوفد المصري ما كان له أن ينسحب. هو رسالة بالتضامن مع موقف البرلمان وموقف حكومة بشاغة، والتعامل مع المسألة وفق رؤية واضحة
السيطرة الشرعية في البرلمان وحكومة بشار. نعم. طيب دكتور عماد، انسحاب وفد مصر من جلسة الجامعة العربية من كلمة فقط وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، هذا الانسحاب هل يعني ضمنا اعتراف بحكومة بشأغة بأنها هي الحكومة الشرعية؟ أولا هو يعني عدم الاعتراف بشرعية حكومة الدبيبة، يعني هذه النقطة الأولى، أن هذه وزيرة الخارجية مع كل الاحترام والتقدير لها وبعيدا عن شخصيتها، هي من وجهة نظر مصر لا تمثل الحكومة الليبية الشرعية. هذا بالمنطق المخالفة يعني أنه لو كان ممثل حكومة بشأغة هو الموجود، لا أتصور أن الوفد المصري كان سينسحب. فهو رفض الاعتراف بحكومة الدبيبة المنتهية ولايته وغير الشرعية من وجهة نظر البرلمان الليبي، وأيضا تضامن مع حكومة بشأغة، ومن ثم هو رفض للاعتراف بالشرعية دون أن يعني اعتراف بشرعية بشأغة بشكل مباشر، لكن هيدن أو المضمون الذي يفهم هو أنه لو كان ممثل حكومة بشأغة لما انسحب المندوب المصري. طيب هذا عن موقف وفد مصر الذي كان حاضرا وانسحب، ماذا عن موقف الجامعة العربية؟ يعني نحن دائما نقول أن موقف الجامعة العربية هو حاصل مواقف الدول الأعضاء، يعني لا يوجد شيء اسمه موقف مستقل للجامعة العربية عن أعضائها، يعني الأمين العام هو معبر عن حاصل التوافق، وبالتالي لم تصدر من غالبية الدول العربية مثلا قرار بعدم الاعتراف بحكومة الدبيبة. لو كانت الدول العربية غالبيتها مع سحب الاعتراف بحكومة الدبيبة ما كان لنجلاء المنقوش أن تحضر، لكن الجامعة العربية الآن تتعامل بحكم الأمر الواقع مع حكومة الدبيبة، لأن غالبية الدول العربية الأعضاء في الجامعة لم تتخذ موقفا. على سبيل المثال لم تنسحب دولة أخرى مع مصر، يعني لو على سبيل المثال انسحب كل أعضاء الدول العربية أو كل ممثلي الدول العربية معناه أنها لم تعد شرعية. النقطة الثانية أنها تم توجيه الدعوة لها من قبل إدارة الجامعة العربية، فإدارة الجامعة العربية ممثلة لحاصل إيرادات الدول العربية، ولا يوجد موقف مستقل للجامعة العربية من هذا الأمر. شكرا جزيلا لك دكتور عماد دجاد، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا.